ولمناقشة ملف التصعيد الروسي في أوكرانيا ينضم إلينا عبر سكايب من برلين عضو البرلمان الألماني السابق الأستاذ جمال قرصلي. مساء الخير. مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. أهلا بكم. أوكرانيا أعلنت أن روسيا استخدمت صواريخ غير تقليدية كالصواريخ الباليستية المعروفة باسم خنجر. ما دلالات هذا التصعيد الروسي وما السر في التوقيت؟ نحن نعرف بأن هذه الحرب هي حرب استنزاف، وعلى الروسي أن يخرج كل ما لديه، وهذا الصاروخ الذي تكلم عنه بوتين من عام 2018 وقال بأنه صاروخ الأعجوبة أو الصاروخ الخارق أو الصاروخ الذي لا يمكن إسقاطه، ولكن الآن أثبت أنه يمكن إسقاطه ولعدة مرات، فلذلك هي الآن هي حرب يعني استنزاف. والآن الروس يستخدم كذلك كرته الجديد بهذا الشكل، ولكن التصعيد يشمل والاستنزاف عليه أن يدوم، ولا يوجد هناك أي احتمالات الآن إلى وقف هذه الحرب، لأن الحرب ستدوم. والانتظار طبعا قاتل بالنسبة للطرف الروسي، لأنه ينتظر الهجوم المعاكس أو الهجوم الأوكراني الذي يحضر له، وهو يريد أن يستفز هذا الموضوع ربما بسرعة، ولكن هذا اليوم آتي والصواريخ يقترب كل يوم من هدفه أكثر. هل تعتبر هذه الصواريخ، صواريخ الخنجر مثلا، من آخر الأوراق أو الكروت التي تلعب فيها روسيا قبيل النووي مثلا؟ نعم، هي ربما بهذا الشكل، ولكن أتصور اليوم الطرف الغربي، دعني أقول، وربما اليوم الطرف الأوكراني أطلق صواريخ يعني بريطانية على الطرف الروسي، وهي صواريخ مداها 250 كيلو مترا، يعني هي تستطيع أن تصيب الهدف يعني الوسط والعمق الروسي. فإذا هي ربما هذا ما في جعبته الروسي الآن، وبقي عليه فقط أن يهدد بالنووي، لكن النووي لن يفيده، لأنه قبل أن يحرك ساكنا فسوف تقطع كل سبله، وهذا زيادة ربما التوتر هو الذي ينتظر ربما عندما يزداد الموقف تصعيدا، ينتظر لمن ينقذه، أو يأتي ربما تأتي مبادرات أخرى إلى جانب الصينية وغير ذلك لكي تنقذه من هذا الموقف، ولكن الآن هو وقع في الشبك، وقع في المستنقع، ونصور لا يستطيع أحد أن ينقذه الآن من الورطة التي وقع بها. على جانب الآخر، الجيش الأوكراني يعلن تحقيقه انتصارات في مدينة باخموت الاستراتيجية. هل يمكن أن نقول أن الهجوم المضاد قد بدأ؟ أنا برأيي لم يبدأ بعد، ولكن هنا التحضيرات تتم على قدم وساق، وكذا الطقس له دور كبير، يجب أن تكون هناك الأرض حقا يعني تكون الجو غير ماطر، أن تكون الأرض جافة، لأن هناك دبابات ثقيلة وزنها أكثر من 60 طنا، والصور هنا التكتيك له دور كبير. هي هناك جبهة طويلة حوالي 1500 كيلومتر، وربما هناك سيكون مفاجآت كثيرة ومباغتات كثيرة من الطرف الأوكراني، ربما هناك تتم هجومات متعددة وبنفس الوقت، ولكن ربما من الخارج تظهر وكأنها متساوية، ولكن ربما هناك يكون هنا أو هناك اختراق. الهدف الأول أتصور هو قسم الجيش الروسي إلى قسمين واختراقه من الداخل، وهذا يعمل عليه الآن، ولكن التحضيرات كما أقول وكما قلت هي تتم على أوجها، وأنا أتصور اقتربت، أصبحت الساعة الصفر قريبة جدا. بالتركيز أكثر على العمق الروسي، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقول أن زيلينسكي يبحث مع قادة جيشه عمليات قصف داخل العمق الروسي. هل هذا الأمر وارد، وهل ممكن أن يؤدي إلى الجلوس إلى طاولة مفاوضات أم إلى التصعيد أكثر؟ نعم، هو وارد وحصل اليوم ضربوا العمق الروسي بهذا، وضربوه في السابق، وعلي أن أذكر كذلك بالمسيرات التي تم تفجيرها فوق الكرملين، وكذلك ضرب المخازن يعني الوقود، وضرب السكك الحديدية، وضرب العمق الروسي موجود، وكذلك الطرف الأوكراني يقول أنا لي شرعية بذلك على مبدأ كما تدين تدان، هو يضربني كل يوم، يضرب عاصمتي، يضرب كييف، فلذلك هذا الشيء من 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 حق الأوكراني يرد على ذلك، ولكن هذا الصور لن يعطي الإمكانية للجلوس على الطاولة، لأن الفرق كبير، فرق كبير بين الطرفين، الطرفان يريدان نفس الشيء، وأنا أصور القرار ليس بيد الطرفين، دعني أقولها بكل وضوح، الطرف
القرار الحرب والسلم الآن أصبح بيد الأمريكي، والأمريكي هو الذي يقرر متى ستنتهي هذا الحرب ومتى ستوقف إلى النهاية. استمرار هذه الحرب يعني لا يؤدي فقط إلى استنزاف الدولتين ولكن أيضا دول العالم. في هذا الإطار ألمانيا تقدم حزمة من المساعدات العسكرية الضخمة لكييف تبلغ ربما أكثر من 2.5 مليار يورو. برأيك هل ستواصل الدول الأوروبية والغربية دعمها لأوكرانيا عسكريا على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي يعيشها الغرب حاليا؟ نعم، الغرب إلى هذا اليوم قدم لأوكرانيا أكثر من 84 مليار دولار أو يورو. ألمانيا لوحدها قدمت حوالي 17 مليار ما بين عسكري ومالي وإنساني، ولكن دعني أقول الغرب كله بشكل عام يرى بأن الحرب هذه حربه، لأن حرب وخاصة أوروبا، لأن لا تريد، وأخذ القرار على المستوى على أعلى مستوى بأننا ولن ندع بوتين أن ينتصر. فلذلك هذه الدول لو لم يبقى لديها شيء ستضع كل إمكانياتها لكي لا تدع بوتين أن ينتصر، ونصور هي مهيئة نفسها. وحتى اليوم من الواضح بأن ماكرون يقول بأننا سنبدأ بتدريب الطيارين الأوكرانيين على المقاتلات الجديدة. الآن هناك اليوم تم تشكيل ائتلاف للطائرات المقاتلة لكي يجدوا الصيغة لها بشكل ائتلاف دولي لكي يقدم الطائرات المقاتلة للطرف الأوكراني. الموضوع سيطول كثيرا وكما قلت حرب استنزاف، ونحن لسنا في النهاية. الموضوع هنا إما أن ينكسر الروسي وهذا الاحتمال كبير، أو يرجع خاسرا وهذا لا يريده بوتين، لأنه يعرف عندما يرجع خاسرا فإن شعبه سينقلب عليه وستكون نهايته. طيب يعني هنا ما هو السقف الذي يمكن أن لا يتخطاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من في هذه الحرب الأوكرانية؟ متى يمكن أن يرغم على الجلوس إلى المفاوضات؟ أنا قلتها قبل قليل بأن القرار ليس بيده، دعني أقوله بكل وضوح وللأسف. هو القرار أصبح القرار قرارا أمريكيا. أمريكا أدخلت بوتين وأدخلت الروسي في هذا المستنقع الأوكراني، والآن لن تخرجه إلا مسلوخا جلده. فإذا أتصور ربما عندما الروسي بوتين وجماعته يرضوا بأن ينسحبوا من كل المناطق التي احتلوها وينسحبوا من شبه جزيرة القرم، ربما يكون هناك مجال للتفاوض، لأن الطرف الأوكراني لن يرضى بذلك، والأمريكي لن يرضى إلا بأن يحدث في الاتحاد الروسي كما حدث سابقا في الاتحاد السوفيتي أيام أفغانستان. فإذا الموضوع سيرافقنا لمدة طويلة، وربما سيدوم ربما كما دامت الحرب العراقية الإيرانية الأولى. من برلين عضو البرلمان الألماني السابق الأستاذ جمال قرصلي، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.